السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا أكلت سمك، عندنا السيفود النهاردة، وعندنا نعمل البسكويت. النهاردة يوم جميل، ويا رب يطلع حلقتنا جميلة تعجب حضراتكم. طيب، عندي سمك فيليه بدبس رمان، سمك فيليه بطاطس بصل وتوم وكرات وكرفس وزعتر ملح وفلفل وزنجبيل قرفة وكمون وقرنفل وروزماري وسماء ودبس رمان مع عصير ليمون. طيب هو هنعمله ازاي مش عارف، لكن هي بتقول لي ايه، انا اكتب لك المنيو وانت تشتغل. اشتغل ازاي؟ بتقول لي معرفش. طب اروح فين اجي منين؟ مش ايه لي صالح. طب انا اعمل لها ايه دي؟ هتستر ان شاء الله. انا لازم تفوقي معانا يا ماشا. فايقه ورايقه يا اختي، فايقه ورايقه يا اختي. ماشي والله، لسه بدري بدري يا شهر الصيام. الله الله الله، كده شويه بطاطس حلوين اهم. قوم بقى ايه، تعالوا، انا بس مستني الطاسه تسخن. معايا يا طيفة؟ ما تصحى بقى معايا بقى، الله يخليك. خلينا نشتغل، حضرنا شغل ياما النهارده. ايوه سخنه وغيرته، عايز ايه تاني؟ يلا يا باشا، يلا يا عم، عشان العيد بس. معلش المرة الجاية، المرة الجاية اتقل عليا بس شوية. يا عم محمد يا غالي، السلام عليكم يا حاج. حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا ربنا يا رب ما يحرمنا منك دايما يا رب. حبيبي يا عمنا كلنا، عمنا كلنا، الله يخليك. وفعلا يا شيف لسه بدري والله يا شهر الغير. شفت شفت يعني الغالي والكريم وكل حاجه، ضحك علينا وجري يا عم الحاج. شوف الايام الحلوه بتعدي ازاي. ايوه يا باشا، ايوه يا باشا، ايوه يا باشا. اه شيف دايما كنت كل طول السنه رمضان كده والناس تحب بعض وكده. والله والله ليه يا شيف؟ ليه ليه عزفه ليه يا عم؟ ليه ما بقاش كده كلنا؟ ما هو بص صلي على النبي، طول ما في جنه وفي نار وفي حلو ووحش وفي سخن وبارد، هي الدنيا كده، هي الدنيا يعني مش لازم تكون كلها حلو. ما هو رمضان حلو. ما ينفعش، بس ربنا دايما ما بيحرمناش من شهر رمضان. لا 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 لا، دي اجمل فرحه في الدنيا طول عمرنا. اي والله، من كبير لصغير. في حاجه تانيه بعد اذنك يا شيف. نعم. ده في حاجه تانيه، ده في كمان حاجات تلاته حلوين قوي. ليله مولد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على حبيبي سيدنا محمد. ليله الاسراء والمعراج. ايوه يا عمي، ايوه يا عمي. هجرة الرسول. في حاجات كتيرة حلوة دايما. دايما بنحتفل بيهم دايما. الدين ديننا حلو الحمد لله، الحمد لله والله. ربنا يتم على اسلامنا ويجعلها حلوة ان شاء الله. كده عمي، عمي صباح الفل عليك يا عم محمد يا غالي.
اخويا وحبيبي كده. تبلنا بقى مع التوم اهو، توم ملح وفلفل، حبه السمك دول فيليه اهم، بس عايزين نعملهم بطريقه حلوه بقى. بتقولي ما تشغلش نفسك، لا ده كويس وهتعدي. قلت لها اسكتي يا بنت دلوقتي خلينا نخلص. لا ده كويس زي بس يعني، قالت لي بس ما كده يعني. هو انت صايمه؟ انت صايمه ولا زي كل سنه؟ طشاش. ماشي الحمد لله. ماشي طيب يلا بقى. المهم مش عارف يعني صاف كيف اخش النهارده الصبح كده على الاوضه وشعره سايح ما شاء الله عليه، مضيع فلوسه على الشوار والكوافير. اقول له شعرك ناعم كده سايح كده على، قال لي الان دايما اشغل الشوار طول النهار عشان شعري. انا عمري ما شفت حد دماغه بتلمع، ده عامل زي الازاز. لا حول الله رب العالمين. قوي طبعا ده ابو لمع الاصلي. يا عم فرج سلام عليكم يا شيخ. خش بالرجاله يا عمده. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ صباح الفل عليك يا غالي. الله يخليك يا شيخ. بقول لك يا شيخ الله يكرمك، بنت الحاجه ام شريف محجوزه في المستشفى، ادعوا لها الله يكرمك. مستشفى ايه؟ بنتها. لا حول الله، عندها ايه؟ فادعوا لها، هي تعبانه يعني. تعبانه. لا الله الف سلام عليك. بنتها اللي هي ابنها ده كان متوفي ده. الله اكبر. لا دعواتكم ليها الله يكرمها. الله يشفيها ويشفي كل مريض بحاجه. النبي كلنا نقرا بس دي يعني بالدعوة بالشفاء العاجل ليها. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض بحاجه النبي يا رب. ربنا يشفي كل مريض بحاجه النبي يا رب. الو مين يا بنم؟ نور. يا نور. ايوه صباح الفل يا نور. صباح النور. صباح النور يا نور. الو. ايوه يا باشا. سامعني؟ سامعك. تمام. عاوزه المكرونه بالوايت صوص. مكرونه بالوايت صوص. حاضر يا ست العرايس. من عيني يا ست العرايس. حاضر يا قلبي. يلا نسال عندي معايا 7 تانيات. يلا بقى ده احنا في ايام مفترجه. ولسه بدري بدري يا شهر الصيام، ولا لسه بدري بدري يا شهر الصيام. ادي يا باشا الوايت صوص اهي، عندنا ناس صاحيه ما شاء الله، ما كنتش متوقع كده. ايوه ايوه على ايه التوم دوت. بغرق بالتوم ده. معجب انا بحبة التوم اللي عملتهم دول. يا ست نادية. السلام عليكم. صباح الفل على ست الكل. ازيك ده حبيبنا انت والله يا شيخ. صباح الفل يا غالية. الله يكرمك، انت اللي غالي ومقامك عالي والله. الله يصلح حالك يا ست. ازاي حضرتك وازاي ولاء وازاي مخرجنا وكلهم يكونوا بخير يا رب. والله المخرج بضيع فلوسه كلها على الفرش والمشاط. بقول لك ايه، ما تضيعش صيامك، امبارح تخبط في الحلل والنهارده هتضيع صيامك. خبط في الكوافير. ما انا سامعاك. الراجل يا عيني عمال يشتري في شوارات وفرش. والله العظيم انتوا احلى ناس. الله يبارك.
الله يبارك فيك. بتبسطونا كده طول ما انا قاعده بقي مفتوح كده وعماله اضحك. دايما يا رب فرحانه يا رب. ربنا يكرمك يا سيدي. دايما يا رب في الفرح يا رب. بشكر الاستاذ فرج جدا وربنا يديم بينا كده الصداقه والاخوه ان هو طمني على مشرف لان انا كنت هتجنن عليها. وسالت عليها كتير والاخت حنان ببعت لها تحيه برضو يعني سالتها عليها وكده يعني ربنا يشيلها بنتها اللهم امين يا رب يا رب يا رب ويرحم ابنها الله اللهم امين. كانت ايام صعبه جدا عليهم اللهم صراحة. امين اللهم امين. فيا ريت تكون المشرف سمعانا ان احنا يا رب يعف عنك يا رب يعف عنك ودعواتنا ليها ولبنتها يا رب يا رب يا رب. كل مريض يشفي شربيني ربنا ربنا يشفي كل مريض. انا اشكرك يا ست الحاجه. شكرا يا ست الحاجه. هستاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني بس وعدوني لغير المحطه ولا تروح في حته. رجعنا تاني بعد الفاصل مع حضراتكم وكده بنعمل الصوص بتاعي. احنا حطينا البطاطس هنا مع السمك دي البصلية بتاعتي مع الثوم حبيبي يا سيدنا محمد ده الزعتر والزماري بهارات قرفة بص الطيب هادي شوية اهو سمك اهو دول اخر حاجة هنحطهم مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده شوية ثم يا عم حمزة. ألو صباح الفل عليك يا عم حمزة. صباح الفل. صباح الفل. عاوز طريقة عمل بسكوت النشادر. على عيني يا حبيب قلبي. حاضر حاضر على عيني. خليك معايا النهاردة اعمله لك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي والنبي. شايف حبة السوز دول يا عم الحاج؟ تتخيل بقى انت كده لما اخشوا مع السمك والبطاطس يتمزجوا مع بعضيهم يبقى موقفنا احنا ايه بقى؟ الله الله. خش يا عم ابراهيم خش يا عم ابراهيم زنبش نفسك يا عم ابراهيم حطها واجري يا عم ابراهيم. صلى على الحبيب. ايه جمال ده يا ولاد انا بعرف اطبخ والله.
تقول له تشاش تشاش فين بس يا عم؟ ده عايزين 50 رغيف عيش وشاد جنبيهم جرجير وجردر ترشي وتعيش حياتك يا باشا. اهو يا صلاة النبي احسن، يا صلاة النبي احسن. عندنا حاجات ياما. طيب قوم بقى ايه، نخش على الصحن اللي بعده. عندي خلي بالكوا انا اول مره اعمل الدنيس، هو او عشان غالي شويه ما برضاش اتجاوز حدودي، لكن المخرج النهارده قال لي بقول لك ايه، يلا ما بديهاش اصرف. والتانية تقول له لا ما ينفعش، مش عارف ايه، عاملين مناحة على كيلو سمك دنيس. بس سمك الدنيس النهاردة هنعمله بطريقة حلوة. طيب صينية سمك دنيس بالأعشاب والبطاطس، سمك دنيس وبطاطس وبصل وتوم وكرفس وكرات وليمون وشرايح ليمون، عندي زيت شرايح طماطم شبت وكزبرة، وعندي أعشاب وبهارات سمك وكمون ملح وفلفل، هنقدمه مع حبة رز حلوين. طيب عايزين نعمل النهارده بقى السمك ده بطريقة شيك، بطريقة شيك. قال لي يعني ازاي؟ قلت له تعالى اقول لك ازاي واحنا بنشرب. نعم يا فندم. يا باشا انا هسيب في الرمل عشانك. بص بقى يا سيدي، شايف السمكية بتلمع ازاي؟ الله، ايه الجمال ده؟ ايه السمك ده؟ الدنيس دنيس. طيب هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ هنجيب الماي نايف كده، اللهم صل على النبي. طيب التوليفة دي اصلا من ساعة ما عملتها وهي هتجنني من طعمها وحلاوتها وجمالها. هنا ادي شوية التوم اللي احنا عملناهم سوا مع بعض، شوية القروش هون، وادي شوية الورق، قوم بقى ايه، ادي كرفس، ادي كرات شبت، شوية فلفل حار، شوية
كزبرة، شوية زعتر، ليمون سلايز اهو، وشريحتين طماطم. ركز معايا بقى شويه الله يخليك، وادي شريحتين بصل اهم وانت ساكت. طب ايه رايك خد كمان ملح وفلفل يا عم، ولا تزعل نفسك يا عم. وادي كمان زيت زيتون يا عم اهو اهو. اعمل ايه بس، اعمل ايه معاك بس، انا مش عارف اعمل ايه معاك يا اللي انت نسينا اهو. وادي شويه ليمون كمان، انا غلطت كده يا عم ابدا. طيب ندعكم بقى كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نطلع الاول فصل ونرجع تاني ونحطهم في صينيه، لما نرجع ندخلها الفرن مع بعض. فصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطه ونروح في حته. رجعنا بعد الفصل ونشوف طلعنا من الفرن ايه يا باشا كده دلوقتي، عشان بس بقول لي ايه عايزين نحقق البريبريشن بتاعه ده كده وشغال. ايوه ايوه خش عليا. كده هنا الله عليك. تعالى هنا بقى على السمكتين الدنيس الحلوين دول اهم، تبلناهم رصيناهم كده في الصينيه، نخش بهم الفرن. ونيجي هنا بقى على الثوم، زيت زيتون، ادي كرات وكرفس، شبت، زعتر، بهارات اهو، ليمون سلايز، كزبرة خضرة، وادي الهوت ووتر. اوعى 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 يا باشا. اتفضل يا باشا. وادي البطاطس بتاعتي اللي هو بنقول عليها ايه، الدل بطاطس كده. اشرح اشرح لمين ومين يشرح لي ومين يشرح لي بس يا حبيبي. فينك يا شيف النهارده في موسم البطاطس العالمي ده؟ شفت بقى الجمال ده يا باشا؟ ادي بقى الدقه الحلوه اللي احنا تبلنا بيها ايه؟ السمك بتاعنا. كل العناصر الحلوة بينا، العناصر والخواطر والعواطف. انا عارف انا ما قالت عواطف ولا خديجة. طيب يلا بقى تخريف صيام بقى. وانت مش صايمة زي هنا برضو؟
حبه البطاطس دول يعني انا مش عايز اقول لكم اخرتها ايه يعني. وياك اللي انت ناسينا اهو. وعندي السمك في الفرن تحت منه شويه بطاطس عايش حياته. خش بقى على حبه البسكويت بتوعنا ده. انا عندي رز لسه خلي بالكم تاني ياما عندنا رز. بس انا عايز اخش على البسكويت دلوقتي. برضو هنعمل حاجتنا كلها جديد في جديد. الله 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 يا جماعة والله العظيم احنا يعني مش عايز اوعوا يا جماعة. انا عايز احطه في الفرن التاني ده كده عشان يشتغل منه فيه. اهو. حلوة صلاة النبي. هنخش بقى على الطبق اللي بعده. عندنا بسكوت بس حاجة جميلة جدا بعين الجمل. عندي دقيق وعين جمل مطحون وزبده وسكر بيض فانيليا كاكاو. ها؟ بولا 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 برومبيلا. حاضر. انت تؤمر يا قمر. اه لا 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 اذكر الله بقى. انت على المكتر اللي انت عاملاه يا خاي. اه يعني خلاص يعني اقول حاضر. لا لا مش الي صالح. هات لي يا ابني بقى البتاع بتاع البتاع ده مضرب البيض يا ابني. يلا يا حبيبي. بضايا فانيليا كاكاو. انا عايزه غامق شويه حلو لانه هنعمله بطريقه. لو عايزه تعمله نص ونص اعملي. جمل ده الدقيق بتاعي. طب يعني فين الجوانتيات يا انسه؟ من فضلك الجوانتيات يا فندم.
جونتيات يا ابني. وانا مش لاقي غير اربع اصابع ليه؟ خلاص لقيت الخمس. عين الجمل عامل شغلانة حلوة قوي. خلي بالكوا البسكوتات اللي بعملها دي بنخش في اماكن كبيرة قوي، يعني مثلا زي البنزيمة ولا حاجة، بنخش المون وعايز تاخد حبة قهوة ولا حاجة يوم يديك بسكوتايه زي دي، مش عايز اقول لك بحسبها لك بكام، مش عايز اقول لك بحسبها لك بكام. عندك شويه شوكولاته شيبس؟ طيب يعني معلش يعني عشان بس ما لو عملنا شيبس كده فوق الوش هيبقى شكله حلو. يا سلام لو ابيض انا بشورها يا شيخ، ما انا جايبك شوكولاته قبل كده. انت بتاكلي الشيكولاته؟ ماشي ماشي. وديت الشيكولاته فين؟ انت عايزها شيكولاته؟ اه ماشي.
وريني يا باشا. انت لسه شفت حاجه؟ بلاش يعني، خلاص مش مشكله، خلاص خلاص بلاش. والله ما تزعلي نفسي، يا ساتر على البخ. ما هي قدام منا اهي، بس خليها البخ بقى زي بعضه. قول لي يعني، طب ما انا ممكن اعمل احسن منك، وانت فكر انت بتطهي الميل. هو ده اللي احنا بناخده. مش انا بقول كده برضو؟ لو لسه انت شفت حاجة، انت بس مالي في القصة اللي على جبينك دي، ماسك الفرشة عمال تشاشور في شعرك ومالي عن الليلة، وانا اقول لك لك شوية بتقول لي امال اسيب شعر لمين؟ ها؟ يلا نطلع يا خناقة، اخاف منك. يلا ناخد فاصل يا عم، ولا يهمني شيء، بس عايزينكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير المحطة وانا اروح في اي حته. ورجعنا بعد الفاصل وكده بنخش بالفرن. طلعنا بالسمك من الفرن. الله الله الله، يا روايح المصطفى، يا روايح المصطفى. بص يا باشا، استناني بس ما تروحش في حته ولا تغير المحطه. احضرني يا عمي معايا. ما بتحبوش انت؟ اهم حاجة البطاطس.
يلا خد. وكل البطاطس الحلوة بينا. كده ندخله الفرن. فين كومنيتو؟ عندي بقى شوية رز حلوين نعملهم بالشبت. شوية رز بالشبت. نعمل شوية رز حلوين كده لهم طعم حلو نعرف ناكلهم. وراح في البتاع البتاع البتاع. فضايح يا دي الفضايح يا دي الفضايح. اللهم اجعله خير. طب يعني انا اعمل ايه؟ مفيش حد بيسترني. لما حاجه تبوظ مني بيفضحوني. ما تستر علينا يا اخي استر على رطب. طب ماشي يا عم ماشي يا عم دوم اول دور. ماشي 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 يا محمد. ادي حبه زيت اهم. لما تيجي تيجي بقى زي ما تيجي تيجي. ماشي يا سي محمد. قال له اختار لك خير يا يعني العزال. هذا الرز هوريك اللي في بالي. حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله.
صينيتين السمك النهارده بالدبس الرمان واللي بالليمون، حاجه يعني فوق الوصف. والذ حاجه بالموضوع البسكويت بتاعنا اهو يا اختي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، يا عم الجمال ده انا مطل النار عليه. شغال زي الفل. حبة الرز دول يا جماعة الله الوكيل مع السمك بتاعنا النهاردة، اوعى. قوم بقى ايه، ادي حبة الهوت ووتر. بقول لك على حاجة، يعني حاجة السمكية طالعة. الله أكبر الله أكبر. ايه اللي فكر الحلو بيا بس؟ نعم يا فندم، انت ليك فاصل تاني؟ طيب انا ما تمرناش حاجه يا عم الحاج، ما تقولي كده من بدري ما انا عمال الف وادور حول نفسي. استاذن حضراتكم اخد فاصل وارجع تاني ولا غير محطه ورا في حته. ده البسكويت بتاعي اهو. يلا بقى يا عم، يلا بقى يا سيدي. بص لي بقى كده يا باشا، واللي مكسوف Thank you.
طب اعمل لك ايه تاني يعني عشان ارضيك؟ والرز طلع اهو يا عم. يلا يا عم. شفت بقى؟ الله الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. طيب ادي الرز بتاعي. طبعا بعد الشقة اللي انا فيه ده عايز اشكر عمنا وحبيبي الاستاذ الجميل ذو الشعر كثيف على وجهه الاستاذ طيفة وقال لكم نشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.